فقرتنا الأخيرة كتير بتهم كتير من السيدات، وخاصة هلأ بالشهر الوردي ومع ضيفتنا اللي نحن كتير بنحبها. رح نروح بعالم التغذية وعلاقة التغذية بين والعلاقة بين التغذية وبين السرطان، يلي أظهرت إنه العادات الغذائية السليمة بالإضافة لطريقة حفظ الأغذية يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالسرطان، وأيضا الوزن القليل ما نخفف من الوزن كمان بيبعدنا عن الإصابة بالسرطان. رح نحكي بعالم التغذية وكيف بنحمي حالنا بالغذاء الصحي والصحيح مع أخصائية التغذية سوا بالغبرة. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، يا اهلا صباحو، وسهلا، يا اهلا يسعد صباحك، صباحك. يا اهلا وسهلا. حكينا بالمقدمة يمكن أهمية العلاقة الوثيقة بالغذاء والنظام الغذائي الصحيح مع الأمراض، بس نحن الشعب السوري نوعا ما بنمتاز بميزة انه المونة، كيف بنمون بنحتفظ كتير من الأغذية صح، بالثلاجة والبراد. في بعض يمكن مفاهيم الخاطئة نوعا ما لحفظ الأغذية، خلينا نحكي عنها قديش فعلا بتأثر. بيقولوا لك انه هي ممكن تكون مهيئة او محفزة طبعا للسرطان اليوم. طبعا. هلا نحن حتى ستات البيوت، نحن كأخصائيين تغذية وهالأمور، هي أحيانا بناخذ قيم ستات البيوت بطريقة الأفديد لحفظ الأغذية، لأنه هن مو بس فقط عندهم إياها كتوارث غذائي، لكن كمان هن عندهم إياها كخبرة عملية. يعني صحيح. ممكن تقري معلومة نظرية 3 4 سنين وقت تيجي تحطيها على أرض الواقع تلاقيها ما لها فائدة. هاي المشكلة، هاي هي الدراسات القصة. فممكن يعطيكي طرق كتير، بس تيجي ست بيت بسيطة مجربة على أرض الواقع أو متوارثة من ستة أو من أمها هالأمور هاي تلاقيها أنجع. لكن بالفعل أثبتت بعض الدراسات أنه في طرق خاطئة جدا لعملية تخزين الأغذية بطرق هي، غير أنه نحن بنعرف كلياتنا قديش بالتخزين تفقد القيمة الغذائية أي منتج أو هالأمور هي كلها. لكن لنحافظ على روح هاي المادة هي وناخد فائدتها بقدر الإمكان حتى نتناولها بفصل آخر، في كتير قواعد كتير مهمة. لكن أنا كتير بشد على انه نحن بنستخدم الملح بحي التفويض ببعض الاشياء، هي عملية كثير ناجحه وبالعكس بتقتل بعض انواع البكتيريا اللي ممكن تسبب احيانا انواع من السرطانات. هلا القصه كل العالم تفكر انه الكيميكال برودكتس هدول الامور الكيميائيه هي اللي هي بتعمل هالسرطانات، لكن نحن بنغفل انه احيانا في بعض انواع بكتيريه بتعيش على بعض المواد، هي ممكن تعمل عندي اياها انواع معينه من العفونه بالقولون، تسبب فضلات سامه جدا، تسبب كمان جذور حره بالجسم، هي بتسبب هي هالامور هي كلياتها على المدى البعيد. هلا في نحن مثلا عندنا كتموين المواد الغذائيه، مثلا ماده الملوخيه، هاي المواد الصماغيه عندك اياها ممكن تعيش عليها بكتيريا كتير معينه، نحن بنيبسها، نحن بنيبسها وهذا الشيء الصح، بس كمان في عنا عمده شيء اسمه الماده الصماغيه اللي هي كمان موجوده حتى لو تيبست هي، يعني بيشمسوها بيحطوها بيتركوها طول، لو بالضبط بيقول لك الشمس بتقتل البكتيريا لو طبعا تمت. والفطريات وهذا شيء صحيح جدا، لكن الفكره الاساسيه نحن على طول نتعود انه نحن ناخذ الشيء الفريش حتى لو كان، يعني احنا عندنا مونه بالبراد وهالامور هي. لكن انا مو ضد الفكره، بس اجمالا عم اقول انه نحن مو جايين يعني نحذر ونخوف من المونه والامور هي لا، لكن انا كثير بحبز انه بعد كمان التشميس والهي زرار من الملح يجي على هاي المواد المخزنه، كثير بتعمل عمليه حفظ اطول وبتقتل هاي البكتيريا الضاره اللي هي نحن بنقول عنها ممكن تسبب بعض هالانواع هي. النقطه الثانيه، انا كثير بركز جدا كمان على عدم تسخين الاكل مره ثانيه بالميكرويف، لانه اي اكله ممكن عندك يا تكون موجود فيها زيت او القصص هاي مقليه او انطبخت بشي ماده زيتيه او هالامور هي، إعادة تسخينها بالميكروويف لإعادة النضج تبعها والأمور إنك تاخديها سخنة وهالأمور هي كمان من أحد الأشياء اللي بتخلي المواد الزيتية تتكسر الروابط تبعها وتنتج الراديكلز الجذور الحرة، هي كتير كمان مسرطنة وهالأمور هي بننتبه عليها. هلا مرة حدثت مثلا نحن مستعجلين بالأسبوع مرة، مثلا بال10 أيام مرة ما في مشاكل، لكن يوميا أنا آكل أكل مسخن بالميكروويف هذا شيء غلط. على الغاز أفضل؟ طبعا ولا نفس الشيء؟ طبعا، أفضل. لانه الاشعه تبع الميكروويف تختلف طبيعتها عن الحراره الخارجيه اللي بتتعرض للمحيط، خاصه اذا كان ببلاستيك. هلا شوفي حياه قلبي، مو قصه هلا للميكروويف عندك خصوصيات، واكيد نحن ما بنقدر نحط معادن ما بنحط هي، بس الفكره الاساسيه اني انا كثير بلاقي اكثر شيء غلط مثلا
تلاقي انه مثلا بطاطا مقليه رجعت تسخنت مثلا بالميكروويف، مثلا لقيت هلا مطبوخه طبخ عادي رز مثلا شيء عم تسخنيه مو اشكال، لكن المواد الدسمه بالذات هي كثير بدنا ننتبه عليها. الشيء الثاني اللي بقوله انه انا نحافظ على الاشياء اللي هي اللي بيستغربوا بعض الاحيان انه فيتامين سي رائع كماده حافظه، اللي ما بنعرفه باهل الاشياء العلميه الحديثه اللي اجت هلا بحفظ المنتجات الغذائيه، فيتامين سي مضاد اكسده جدا عالي، بيطرد اي شيء جذور حره ممكن تكون متشكله اساسا بالماده الغذائيه. هلا فيني اضيف بعض عصير الليمون شوي او بعض الخل لاي ماده انا بدي فورها، انا بدي مونها، هي كثير بتعمل حفظ للماده، بتلاقي انه حتى تحسن عندك جوده الماده الغذائيه وبتخدم معك بفترات اطول. الشيء اللي بيهمني امره تناول المونه كثير رائع جدا، بس يعني نحن ما يعني نحاول انه مثلا بالسبع ايام بالاسبوع يكون عندنا يوم او يومين اكل من مونه البراد. بالنسبه للحوم والفترات الطويله لها، نحن بدنا نعرف انه مثلا هي اللحمه اجت مثلا من 3 شهور حفظ او من مثلا 5 شهور حفظ، يعني لازم كثير نسال اللحام قد ايه صار للذبيحه تبعه، يعني هالامور هلا هن كلهم حيجاوبوا كتازه وما احلاها هالامور هي كلياتها، لكن كل انسان بيعرف لحامه. يعني انا مع كثير انه الناس تسال عن لحمه رغم انه هلا اسعارها غاليه جدا، وهالامور عندك بالفريزر يعني نحن ما بدنا تتجاوز كحفظ بين الاربع شهور والخمس شهور، اكثر من هيك بتبلش مواد معينه باللحوم عندك اياها تتفسخ حتى لو كانت بدرجات هلا ما حدا حاطط بالفريزر ما له حاطط حدا شهور هلا بالضبط يعني هلا قدر الامكان هلا نحن بنتامل ان شاء الله بلادنا ترجع لخير وبركتها باذن الله تعالى. المعلومه احيانا تستخدميها بعد 5 سنين من معرفتها، فان شاء الله نحن متامنين باذن الله تعالى. في كمان خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه ثواب، يعني مثلا بيكون عندنا بندوره من هون منزوعه ومن هون منيحه، فنحن من قصه بناخذ الطرف المنيح المنزوع منكبه، اي ماده او اي خضار او اي فواكه او اي شيء نقطع الماده العفنه ونفكر حالها انه هذيك هذا الشيء صح، او ان كان على الجبنه ان كانت ريكفورد هي النوع اللي هو معفن، هدول قديش مؤذيين كمان؟ سؤال كثير حلو لانه بالفعل نحن هيك بنعمل، يعني بنخاف هلا بنشوف مثلا اخذنا خضره طلعت لنا وحده معفنه وهالقصص، هي مستحيل نكبها كلها. هلا انا حقول انه بالفعل تتسرب شيء من عفونه هي الماده تغلغلت، لانه انت العفونه اللي شايفها الظاهريه اللي هي هون، لكن اول ما بذور العفونه لا يتظهر على الشكل الظاهري لاي ثمره او لاي منتج، لذلك لازم تتغلغل بين الخلايا لتتغذى ليصير عندك الانتشار البكتيري. هي اكيد بتكون غابه تماما هذا هي الامور هي كلياتها، لكن بفضل الله تعالى نحن مجهزين بجهاز مناعي باذن الله تعالى ممكن يحارب هالامور هي كلها. هلا نحن ما بدنا نفوت بمعالم انه نحن ندقق بطريقه انه كل شيء بدنا هي نحن عم نتعاطى مع عصر شوي اقتصاديا نحن شوي تعبان فيه. بس القصة انه انا بالفعل انت بالبداية لا تاخذ قطعة تفاحتها شوي نبلش ينتقر عندك اياها حتى لو كان سعرها ابخص. هلا القصة اللي بدي اقولها انه عالم انتشار البكتيريا مو بيكون بالظاهر على طول بهالشكل هذا، لانه لازم تكون عندك مجموعة من البكتيريا تغلغلت بالنسج تبع الثمرة وعملت عندك اياها، هلا بتبلش تتغذى، هي وقت بتفوت على جسمك هي اللي بتعمل عندك اياها المستعمرة البكتيريا. انا معك انه خاصة الجبن، خاصة بالنسبة لي الشغلات فيها البروتينات، إذا انتشرت العفونة بأي منطقة لا تغرف وتكب، لازم تنكب الشغلة كلياتها للأسف، يعني لأنه هذا شيء صحيح وواقع علميا مضبوط. طيب خلينا كمان نرجع لطريقة حفظ الأطعمة، نحكي كمان معلومات إضافية لبعض الأطعمة. يعني إحنا حكينا مثلا شوي من الخل، شوي من الميمون، رشة ملح، بس بتلاقي ست البيت دائما بتلاقي دبارة، يمكن أي شيء ممكن تحتفظ فيه لأنه هي بتحب يكون في عندها مونة بسبب الوضع الاقتصادي اللي حكينا. طبعاً شوي هلا الفكرة الأساسية كمان من أحد العوامل اللي بتزود نسبة الحفظ هي الغمر بالمادة الزيتية. يعني هلا تشوفي هلا مثلا أي
البقدونس انتشرت عندك طلعت الطبقه العلويه بيصير العفونه فوق، خلينا ننتبه عليها. هي بدكم فورا تشيلوها لانه ممكن تغلغل عندي اياها الماده العفنه لتحت. القصه اللي بيهمني امر الحفظ بالمواد الزيتيه كثير رائع، بيعمل عندي اياها تسكير لاي بكتيريا او اي شيء ممكن ينتشر بالاوساط الرطبه. اكثر وسط ممكن يزود عندي اياها انتشار البكتيريا والعفونه بالمونه هو الوسط السكري والرطب. يعني هي كثير مهمين. كمان مثل ما حكيتوا انه حتى تجفيف باشعه الشمس هذا اكثر قاتل للبكتيريا والامور هي، رغم انه اشعه الشمس ممكن تفقد العنصر الغذائي كثير قيم معينه فيه. القصه الثانيه اللي بيهمني امرها ننتبه انه قديش مده الحفظ المونه، ننتبه انه احيانا انواع المونه حد المونه ممكن تقتل يعني تنقلها البكتيريا بطريقه نحن ما ننتبه لها، يعني ممكن يكون مثلا برندورايه معفنه عملت جو بكتيري نشرته بالبراد كلياتها، ممكن تضرب لي ماده غذائيه اثنين ثلاثه، المحافظه على كل اسبوعين تنظيف البراد حتى تنظيف الفريزر، هذا كثير بيعمل عندي اياها خدمه للمونه بنسبه كثير عاليه، لانه هاي الاشياء اللي بتوقف عندك اياها حفظ المونه انت مالك منتبهتي لها، يعني هالامور هي كلياتها، اندلق شيء بالبراد فورا ينمسح خاصه اذا كان وسط سكري، الامور هي كلياتها اذا انتبهت عليها كثير مهمه، الشيء اللي بيهمني امره غير كمان وسط السكري بيجذب يعني بيكون في انتشار للبكتيريا طبعا لانه وسط مغذي، الفكره اللي بدي احكي عليها انه المونه لها كل مونة لها طريقة حفظ معينة حتى تحافظي على لونها جودتها هالأمور هي باستها، لكن نحن برجع بقول الملح الليمون أكثر شيء بيستخدموه، كمان الليمون الخل المادة الزيتية هي أكثر الأشياء الشائعة بحفظ المونة. النقطة الثانية اللي أكثر شيء اللي بتحفظي فيها مونتها نظافة البراد، هي إذا انتبهنا عليها كيف طريقة وقت تغليف كمان تفريغ من الهواء سحب الهواء، الهواء كثير مؤكسد، يعني هلا نحن كثير بيهمني أنا الأكياس البلاستيكية اللي تكون عندك إياها اللي بدها معك بالشد انها تكون عازله عن الهواء بشكل كثير مرتب. القصه الثانيه اللي هلا في اكياس مونه هلا هي بايظه الثمن نوعا ما تختلف بجوده عن الاكياس البلاستيكيه، هي صحيه اكثر، لكن هلا بدي احكي مع اتعاطى مع عامه الشعب، يعني اللي هو بيحط بالكيس النايلون وبيفرغ وبيه هي الاشياء كثير اذا حافظنا عليها كثير الامور بتفرق معنا بالحفاظ على الغذاء الصح، وقت بيفوت على جسمنا ما بيأذي جسمنا، وان شاء الله بنتمنى العافيه للجميع باذن الله. ان شاء الله اكيد. ثواب قبل ما نختم بس خلينا نركز على نقطة، بما انه عم نحكي عن السرطان وكيف فينا نحن نتبع حياة غذائية صحيحة ونبتعد عن عادات خاطئة ان كانت بالمونة وان كانت بالأطعمة، السمنة ليش هي بتساعد وبتحفز اكثر يمكن طبعا الإصابة بسرطان الثدي؟ خلينا نحكي هاي المعلومة قبل ما نختم. حلو كثير. هلا السرطان الثدي معظمه بينتج عن اضطراب هرموني لهرمون اسمه الاستروجين. مكان مستعمر هرمون الاستروجين هو النسج الدهنيه، كل انسان بحاجه الى نسيج معين دهني بنسبه كتله الجسم تبعه بحدوده مشان يصنع فيتامين د يخزن الكوليسترول الامور هي، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب لضده. وجود النسج الدهنيه بنسبه عاليه عند الاناث اذا بدنا نحكي على سرطان الثدي بيعمل عندي زياده استروجينيه بجسم حتما، لانه النسج الدهنيه ممكن تخزن كميات كبيره منها، وهون بقى بيصير الاضطراب الهرموني اللي ممكن عند اي انسان عنده استعداد لهي الموضوع انه ينشط لها. تنزيل الوزن بحال عندك مثلا عيله عندها مصابه بهذا المرض هذا اكبر وقايه جدا لهذا المرض. النقطه الثانيه لاي انسان انصابت بهذا المرض الادويه تبعها تعاني الانثى منها من هي ادويه تزيد الوزن، لانه ممكن يكون في علاج هرموني ما بعد المرحله الكيميائيه والشعاعيه، فهي الاشياء هي كمان بدها تضبط الوزن، يعني نحن بنعتذر من مريضنا بنقول له مقسوم لا تاكل وصحي لا تقسم وكل لا تشبع، فبتكوني عم تعطيها بيعطوها للمريضه ادويه بتسمن جدا وبنفس الوقت بيقولوا لها خفضي وزنك، وهون بتوع بقى المشاكل الكثير العليا، وكمان كمان بسرطانات الرحم والمبايض وقت بينزال نسج عضليه فالجسم بده يعوض هذا النسج الفارغ بنسج دهنيه، وانا كمان هلا بنوه انه انا ازاله الرحم بسبب وبلا سبب بسبب ليف معين هذا كثير انتشرت شائعته عندي مع احترامي لكل الاستشارات الطبيه، لكن مو تقيم من الانثى الرحم تبعها بسبب بس نزيف بسيط من الهي، لانه هي النسج هي نسج عضليه وقت بيصير هذا الفراغ بده يتحوله الجسم لكتل دهنيه. صحيح. فهذا الموضوع كثير بدنا ننتبه عليه ونحذر فيه، وطبعا نحن مع الاستشاره الطبيه، لكن مو من اي سبب تفكر الرحم هو فقط للانجاب، هو ترموميتر لجسمه، هو لمنظم لهرموناته، فكل هالامور هي. تمام.
نتشكرك اكيد اخصائيه التغذيه ثواب الغبره على وجودك معنا، وكنا سعيدين بحضرتك اليوم. شكرا كثير لك. يحميكم يا رب. شكرا كثير يا ثواب. اكيد ونحن بنحب كل المعلومات تعطينا اياها وبنحب وجودك معنا. شكرا كثير لك.